نكريو هذاك المضرب هذاك في اطار قانوني في اطار فوالا باسكو سينو شكون كانوا معك؟ كاين كانوا بزاف جازوا بزاف من الناس تما يافي لي ميوزيسيان سيرتو لي ميوزيسيان تاع لو ام بي داير حسين ما كانوش غير الموسيقيين داخل نو يافي كانوا سي رسامين يافي كان معنا مصطفى بوطاجين بوطاجين اللي شفت هو اللي صمم هذه لا بوشيت تاع باريال جيبوزكان كان معنا ثاني واحد الصوار حميد صغيلاني فوتوغراف كانوا كتاب كانوا ديزيكريفا معكم يافي دي زيكريفان يافي جيبس ديسيناتور ديسان دو بريس صح صابرين اوسي على ليبوك لي ويب ماستر يافي فريمون يافي بلانيت دي زاد اوسي جات معنا على الوقت باسكو يافي شغل صغير حبينا نديرو شغل مضرب هكذا وين واحد يدير الموسيقى يقدر يسجل الموسيقى تاعو يقدر يريبيتي مع لي ميوزيسيان بعد كاين ثاني تما يقدر يخدم لابوشيت تاعو تما كاين فوتوغراف تما ليدي ستي دفير شغل ان بول شغل اون كوبيراتيف تاع لي زارتيست فهمتني فاطمه تجربه كيما هذه شفتي كيفاش تقدر تندار في بلادنا هكذا تقدري انت زعما تسترجعي فضاءات هكذا في تمراست وديري بهم فضاء للابداع للفنانين نقدروا وخاصة انتم عندكم ديور شباب عندكم دي ميزون كولتور والله عندنا كيفاش تنشطي تما انت واش الاطار تنشطي فيه في تمرست؟ كيف في دار ثقافة؟ في دار الثقافة تابعة اصلا دار الثقافة كاين بزاف فنانين يجيو ريبيتيو تما يجيو فنانين ما شاء الله يعني روعة والله واش نقول لك كاين فنانين بالفرقة تاعك انتم تنشطوا تما في المركز الثقافي؟ ايه في دار الثقافة في دار الثقافة ريبيتيو تما كاين فرق ما شاء الله بلا الفرقه نتاعنا يعني كاين اصوات كريم اسمح لي يعطيك الصحه كريم مقبل انت اللي كنت تقول لي راك موقف في الخارج راك موقف في فرنسا وكنت تحكي لي على كنا نحكيو على المنتجين لي بروديكتور المنتجين اسباس كيما هذا فضاء كيما هذا يعاونك ولا ما يعاونكش؟ افون دو باسي سوف دير aux enregistrements, c'est-à-dire avant de c'est-à-dire tu peux faire des répétitions tu as le groupe tag pour préparer tout un album tout un projet l'album voilà خاصة كي تشوف اللي بزاف مغنيين شباب خرجوا من ليزين خرجوا من فضاءات كيما هذو كيما سامي البرهمية كيما قلنا فاطمة جروفي بون انيسياتيف تري بون انيسياتيف مرحبا بك في كل وقت 2011 كي تجيب الالبوم تاعك جديد مرحبا بك في اهلين ما نساش برك نولي لباري الجي بوزغان فواياج شباب على بالك فواياج باطل موسيقيا سافر بالموسيقى في 11 عنوان اي وهذا الالبوم كانوا يقولوا لي مقبل مع يزيد كنا نحكيو مع زميلي في الصحفي كنا نحكيو قال لي باللي هذا تكمله تاع المشوار تاع ترويج في بربيرو سيلت وي وي كل المشوار ما كملتوش كملتو في تما باسكو بدينا خدمه مع طالويق ما هي جات شغل ميكساج هكذا بين ميوزيك مغربين وميوزيك سلتيك فهمتني وطالويق الجروب حبس وانا شغل داقت لي حبيت نكمل كون داقت لك الاكسبيريونس هذيك فوالا دونك درت علاش تحبس علاش صعب؟ اي باسكو بون الجروب كل واحد عنده كل واحد اي بورتون تلها تلها اي بورتون تلها تلها فربحت تلها تلها غناني تلها الاغنيه الرابعه في الالبوم اللي اسمها تلها راح نسمعها درك في اهليل في ثنائي ماشي في ديو في تريو شيخ سيدي بيمول كريم يدو ويوسف بوكلا تفضلوا da 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 da
بالصحة كلها.